بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومع هذا الخبر من على جريدة The Minute Mond. اللوجيسيال الإسرائيلي pour espionner militants et journalistes. إذا نتكلم عن برنامج إسرائيلي pour espionner للتجسس. pour espionner للتجسس militants et journalistes. كما نتكلم عن مناضلين وصحفيين. ثم عندنا في الأسفل كما نلاحظ liste de 100 personnes dans le monde ont été victimes d'outils informatiques d'espionnage développés par un groupe basé à Tel Aviv, selon des experts. Liste de 100 personnes dans le monde. Et dans notre cas, أكثر من 100 شخص في العالم ont été victimes. يعني هم كانوا ضحايا. Ont été victimes. كانوا ضحايا d'outils informatiques. L'outil مقصود به هو الوسيلة. نتكلم عن les outils. نتكلم عن أدوات نستعملها في العمل. البرغي، الملقات، مثلا نتكلم عن الفأس إلى غير ذلك. إذن تسمى هادو سوسون دي زوتي، هادو أدوات. نتكلم أيضا عن لي زوتي في اللغة. نستعمل كلمات، هناك كلمات نستعملها من أجل التواصل. نتكلم عن لي زوتي مثلا لونغويستيك. إذن نتكلم عن أدوات لغوية. هنا طبعا نتكلم عن لي زوتي انفورماتيك. إذن نتكلم عن أدوات إعلامية متعلقة بالإعلام. إذا نتكلم هنا عن هذا البرنامج، طبعا هو أيضا مثل الفأس ومثل أي أداة أخرى نستعملها من أجل الوصول لغرض ما، نستعملها من أجل تنفيذ غرض ما. Plus de 100 personnes dans le monde، إذا أكثر من 100 شخص في العالم ont été victimes d'outils informatiques، يعني أنهم كانوا ضحايا لأدوات إعلامية. كما تنشوفوا كلمة أوتي عندها إس، إذا نتكلم عن أدوات انفورماتيك ايضا عندها اس في الاخر، المقصود اعلاميه. ديسبيوناج طبعا للتجسس، ذكرنا قبل قليل لو فيرب اسبيوني. اسبيوني في اللغه العربيه نقول تجسس على، تجسس على شخص مثلا. في اللغه الفرنسيه الفعل ما فيه شد على، اسبيوني ميليتون، اسبيوني ميليتون. كما نقول تسرق مناضلين، تسرق منهم معلومات، ياتي الفعل بهذا الشكل espionner militants et journalistes وصحفيين. الفعل يأتي بهذا الشكل. الفعل هنا طبعا ليس بالضرورة أنه يستكمل بأداة ما أو بحرف جر أو بحرف آخر أو بكلمة أخرى. إذن كما قلنا هنا ont été victimes، طبعا la victime يعني الضحية. ont été victimes يعني أنهم كانوا ضحايا d'outils informatiques لأدوات إعلامية d'espionnage développé يعني للتجسس مطورة. إذا نتكلم عن أوتي انفورماتيك ديسبيوناج ديفلوبي، إذا نتكلم عن أوتي انفورماتيك ديفلوبي، إذا نتكلم عن أدوات إعلامية مطورة. هنا فقط للإضافة ديسبيوناج للتجسس. أونت تي فيكتيم دوتي انفورماتيك ديسبيوناج، إذا هم كانوا ضحايا لأدوات إعلامية للتجسس. Développé par un groupe basé à Tel Aviv. إذن développé par un groupe basé à Tel Aviv. يعني أنها مطورة. طبعا نتكلم عن لوفير ديفلوبي. لوفير ديفلوبي يعني فيها الطورة. هنا تنتكلم على هذه الأدوات نقول عنها بأنها ديفلوبي. نصفها بأنها ديفلوبي. يعني أنها مطورة. إذن لوفير ديفلوبي المقصود بها طورة. ومنها مثلا لو ديفلوبمون يعني التطور. نقول احيانا لي بيي سو ديفلوبي، الدول تحت تطور، بما معناه دول العالم الثالث. اذا نقول لي بيي سو ديفلوبي، الدول كما نقول تحت التطور. نتكلم عن كلمه سو يعني تحت وليس سيغ. احنا طبعا نتكلم عن لوغ ديفلوبي، لكن نصف به هذه الادوات الاعلاميه للتجسس. اذا نقول هنا ديفلوبي، ديفلوبي مطوره par un groupe basé à Tel Aviv. إذا نتكلم عن مجموعة أو جماعة أو فريق، إذا نتكلم عن جروب بازي à Tel Aviv. أصلا لغة بازي المقصود بأنك تؤسس قاعدة عسكرية مثلا أو تؤسس شيئا ما. إذا هنا تنتكلم على هاد لو جروب نقول عنه بأنه بازي، كما نقول أنه مؤسس أو مدعوم إلى غير ذلك à Tel Aviv. في بما يسمى تل أفيف.
سولون دي زيكسبير. طبعا تل أبيب هي مدينة فلسطينية كانت تسمى يافا. تل أبيب هي مدينة فلسطينية كانت تسمى يافا، لكن مع الاحتلال الإسرائيلي أسموها تل أبيب سولون دي زيكسبير. إذن طبعا هم متواجدون، إذن نتكلم عن مجموعة مؤسسة بهذه المدينة سولون دي زيكسبير حسب خبراء les experts al khubara. كما لاحظت لو لوجيسيال بوفي نوتامون ريكوبيري دي زانفورماسيون دو فيسبوك. البرنامج يستطيع خصوصا ريكوبيري دي زانفورماسيون دو فيسبوك، انه يسترجع معلومات من موقع فيسبوك، من منصه فيسبوك. بليزيور غوفرنمون اونت يوتيليزي دي زوتي انفورماتيك دي سبيوناج ديفلوبي بار ان غروب اسرائيليان pour viser des responsables politiques, dissidents, journalistes, universitaires et militants des droits humains, ont affirmé jeudi les experts. Plusieurs gouvernements et d'autres hukoumettes ont utilisé des outils informatiques d'espionnage, développés par un groupe israélien, notamment par un groupe israélien, pour viser des responsables politiques, pour viser, طبعا من اجل التصويب كما نقول، المقصود هنا الاستهداف، pour viser الاستهداف des responsables politiques، مسؤولين سياسيين، dissidents، يعني منشقين او خوارج او معارضين، نسميهم dissidents، journalistes، ايضا صحفيين، universitaires، اذا جامعيين، et militants des droits humains، ثم مناضلين في حقوق الانسان. Et militants des droits humains, les حقوق الإنسان, ont affirmé jeudi des experts. كما صرح بذلك يوم الخميس des experts خبراء. Ces cyberarmes puissants ont ciblé au total plus de 100 personnes dans le monde, affirme des messages d'un responsable de la sécurité chez Microsoft et de Citizen Lab, une organisation basée à l'Université de Toronto. Et dans notre cas, سي سيبر ارم، إذا نتكلم عن هاد الأسلحة المعلوماتية بويسون القوية، أون سيبلي أو توتال بليس دو سون بيرسون دون لو موند، يعني أن استهدفت في المجموع أكثر من 100 شخصية في العالم. أفيرم دي ميساج، أفيرم دي ميساج، كما أعلنت رسائل دان ريسبونسابل، دان ريسبونسابل دو لا سيكوريتي، لمسؤول في الأمن، لمسؤول في الأمن، شي ميكروسوفت، شي ميكروسوفت. إدو سيتيزن لاب عند مايكروسوفت المعروفة، نتكلم عن العملاق المعلوماتي، إذا نتكلم عن شركة كبيرة جدا في مجال المعلوماتي. إدو سيتيزن لاب تعرفه هنا إن أورغانيزاسيون، يعني نتكلم عن منظمة بازي على لونيفرسيتي دو تورونتو، يعني كما نقول أنها مؤسسة على لونيفرسيتي دو تورونتو، يعني في جامعة تورونتو. المقصود هنا أنها متواجدة أو عندها قاعدة أيضا، المعنى الآخر أن عندها قاعدة بجامعة تورونتو بكندا. مايكروسوفت أفيرم أفوار موديفي سون سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز. إذا مايكروسوفت أفيرم، إذا نتكلم عن مايكروسوفت، أنها أعلنت أفوار موديفي، أنها غيرت سون سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز، غيرت نظام تشغيلها ويندوز المعروف، pour réparer من أجل إصلاح. طبعا نتكلم على الفيرب ريباري، هذا فعل أصلاح، ومنها لا ريباراسيون يعني الإصلاح، pour réparer من أجل إصلاح دي فاي. طبعا فاي المقصود به وتلك الكسور في الطبقات الجيولوجية، كاسيور دي كوش جيولوجيك، إذا نتكلم عن صدع أو كسور في الطبقات الأرضية مثلا، إذا نتكلم عن فاي. طبعا هنا نتكلم عن تصدعات في هذا النظام، إذا نتكلم عن بعض المنافذ التي يدخل منها البرنامج، التي يستغلها البرنامج. إذا هنا مايكروسوفت أفيرم أفوار موديفي سون سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز بور ريباري لي فاي إكسبلواتي بار لو غروب إسرائيلي، من أجل إصلاح كما نقول المنافذ إكسبلواتي المستغلة كما قلنا قبل قليل لو سيستيم ديكسبلواتاسيون، إذا نظام التشغيل، نظام التشغيل. في الحقيقة هناك ما نقول نظام استغلال، استغلال المعلومات من أجل مصلحة. إذا نتكلم هنا لي فاي إكسبلواتي، قلنا لا فاب إكسبلواتي
إذا عندنا فعل إكسبلواتي المقصود به استغل، ومنها الإكسبلواتاسيون يعني استغلال. إذا إكسبلواتي باغ لو غروب إسرائيليان. إذا نتكلم على هذه المنافذ التي تم إصلاحها المستغلة من طرف المجموعة الإسرائيلية. سولون سيتيزن لاب، سولون سيتيزن لاب، حسب هذه المنظمة il s'agit d'une entreprise basée à Tel Aviv, particulièrement discrète. إذا يتعلق الأمر بشركة بازية تل أبيب، كما نقول أن مؤسسة في تل أبيب، المقصود أن متواجدة في تل أبيب، particulièrement discrète. particulièrement discrète. خصوصا أنها سرية، qui vend exclusivement à des gouvernements التي تبيع بشكل حصري، qui vend exclusivement التي تبيع. طبعا عندنا هنا الفيرب فوندر، هنا الفيرب فوندر عندنا فعل باع exclusivement qui vend التي تبيع exclusivement يعني أن تبيع بشكل حصري à des gouvernements لحكومات، بمعنى آخر لدول، des logiciels d'espionnage تبيع لهم برامج التجسس، pouvant infecter des smartphones pouvant. طبعا نتكلم عن قادرين، طبعا نتكلم عن لفا بوفوار مرة أخرى يعني استطاع أو قدرة، ومن كلمة لو بوفوار يعني القدرة، وممكن أن تعني أيضا السلطة. لو بوفوار عندنا لفا بوفوار يكتب بنفس الأحرف طبعا، إذا بوفون أفكتي يستطيع أفكتي. طبعا من حيث الأصل كلمة أفكتي، من حيث الأصل لفا أفكتي المقصود به يفسد أو يعدي أو يعفن، المقصود بها غاطي كونتاميني أو بها كورومبخ. إذن المقصود بها أنك تفسد، بمعنى آخر المقصود هنا بهذا الكلام البرنامج يستطيع الوصول إلى هذه الأماكن. إذن pouvant infecter des smartphones يستطيع أن يصل إلى الهواتف، des ordinateurs، إلى حواسيب، et des services d'informatique dématérialisés. ثم يستطيع أن يصل إلى دي سيرفيس يعني خدمات دانفورماتيك، إذا نتكلم عن خدمات معلوماتية ديماتيرياليزي. هنا عندنا لو فيرب ديماتيرياليزي روندر إيماتيريال، يعني أنك تجعل شيئا غير مادي، تجعل شيئا غير مادي، تسحب منه ما هو مادي، أو بخيلي دو سيبور ماتيريال طونجيبل، تمنع أدوات مادية ملموسة. طبعا هنا نتكلم عن خدمات معلوماتية لا تعتمد على أدوات ملموسة، يعني بهذا المصطلح طبعا l'environnement informatique accessible à distance، نتكلم عن البيئة المعلوماتية التي نصلها عن مسافة. طبعا نتكلم عن هذه البيئة التي نتوصل إليها عن مسافة، طبعا لا نراها ولا نلمسها، نتعامل معها عن بعد، مثلا بواسطة الهاتف، بواسطة الحاسوب. إذن هذه المجالات طبعا يصلها هذا البرنامج، كما نلاحظ بأن الكلام لازال مستمرا حول هذا البرنامج الخبيث. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.